ده تيام قمر ودي ليلى فضة ودي انجما تي في. My favorite scenes صعبة قوي اصل كل السينز كانوا يعني في كل واحده كان ليها حاجه. انا بحب السين في الحلقه الثالثه لما كانت مامت عادل المفروض دخلت بتكتشف ان انا موجوده وقالت ودي النسوان اللي سايبها سايب البيت عشانها ومش عارف ايه. انا اللي هو انا نسوان كنت اوفندد قوي. فانا بحب السين ده كله يعني. في الاول كان في غنى وبعد لا اي لاف اي لاف. انا ممكن الفيفوريت سين بتاعي لما كنا مسافرين كلنا وانا وخالد انور كنا بنحاول نسقط واحده اجنبيه في الاوتيل. ماي فيفرت سين لما كنا قاعدين بنلعب بلاي ستيشن انا ويسرى وخالد انور لما كان جايه تشوت وبعدين بترفع فبقول لها انت بتشوتي بايه؟ بتقول لي بالمدور. كارثه. ما كانش ليست فيفرت خالص. بالعكس انا بحب المشهد ده جدا. هو مشهد موتي بس لولا انه ده شداني حته بنيه في مناخيري الموضوع كان مش طبيعي. ليست فيفرت سين صعب قوي يعني. ممكن وانا باخد قلم من خالد سرحان عشان الشورت ده اتعاد كذا مره. كل مره كان بيوجع. ده الصوره الفضايح. عرفي دي كانت قلم من عبير صبري. انا مش انا ولا مش انا. احنا والله بني ادمين مختلفين تماما حقيقي. انا شخص عنده اصحاب كتير الحمد لله وبيحبهم كلهم. علي ما كانش عنده ولا اي حد في حياته. انا برضو ما كانش. انا ليلى دي مقطوعه من شجره يعني. حتى اهل ما فيش. فيعني حزيني جدا احنا الاثنين. انا لما بتنح كل انت قبلي. انا ما انا ايوه ما انا مش عارفه انت بتنحي. انا متاكد ان انت كمان بتنحي. انا مديكي مساحه كبيره ان انت تفكري براحتك. انا لا انا ما اظنش ان هو كان فيلم قديم الصراحه. بس انا كان نفسي اكون بارت اوف فيلم زي النهارده. الفيلم ده بحبه قوي وكان نفسي يكون روايه. انا استغربت اصلا ان هو مش روايه لانه ما اعرفش حاسه ان انا برضو لو قريته ده هبقى سعيده جدا. كان نفسي ابقى في فول الصين العظيم عشان بحب الفيلم ده جدا. كنت ممكن اطلع اي حد كده في مسابقه الطبيخ معاهم بس شرفي. بدي دوق بدي دوق فعلا. نيلي كريم وكريم عبد العزيز. اوف وانا كمان كريم عبد العزيز. نيلي كريم وخالد صاوي. يا جماعه اي حد هي هتكون معاكم. مروان حامد. مروان حامد قوي. شريف عرفه. عمرو عرفه. كتير يا جماعه صعب قوي. دونت ميك مي نيم ون. كامله ابو ذكري. وكامله طبعا. وكامله ابو ذكري يا جماعه. كامله طبعا اكيد. اشتغلت على الدور ازاي او ايه؟ حضرت للدور ازاي؟ جالك ازاي الدور؟ بس بابا كان رايه ايه في الدور؟ ما خفتش. عجبه قوي يا جماعه والله. لا الناس ما تعرفش عني حاجه تقريبا يعني. هو مزيكا وخلاص. وحتى المزيكا اللي هم يعرفوها بيزد اون تي في اللي هو اتلعب في المسلسل. هو لسه اصلا حاجاتي unreleased. فا اي جاس الفتره اللي جايه بيبل ويل نو مي ماتش مور علشان الاغاني بتاعتي هي بتحكي عني يعني. هي اتس فيري ريل اند اتس ده بقى دي ليلى حقيقي. اسمعوا ليلى يا جماعه اتبسطوا قوي. فان فاكت حد ما يعرفهاش عني ان انا اكلي وحش جدا يعني. انا ما بحبش المحشي. ما بحبش البتنجان. ما بحبش البصل عموما. حاجات كتير قوي ما بحبهاش يعني. انا ممكن اقعد معاك لغايه بكره اقعد اقول لك حاجات ما بحبش. مشروم. انا اي حاجه فيها دهن واي حاجه تودي في داهيه انا تمام معاك. لكن غير كده الحاجات اي حاجه سلايمي كده لا. انا عكسه خالص. انا مفيش اكل ما بحبوش. ممكن انام باليومين مثلا. والله بصحى. ممكن تنام في الاتوبيس عادي. في اي حته كاجوال. الموضوع شغال تمام معايا ما شاء الله. دي موهبه. انا والله كنت بقول لك ان دي موهبه. اغاني هتنزل ان شاء الله. وان شاء الله برضو في حاجه قريبه اكتنج. بس سيمزيز. ان شاء الله في فيلم حريم كريم 2 برضو بس يعني لسه في البدايات. فلسه يعني